الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. نحمد سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الداعي إلى رضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثروا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عسرت عليه حاجته، عنده قضية، مشوار، عمل صعب، قاعه مسدوده، شو يعمل؟ قال: فليكثر من صلاتي علي. ولي يهمك، هذا المفتاح. وانت قاعه حشاك مسدوده، عندك المفتاح. قال: يكثر من صلاتي علي. علاش؟ قال: فانها، يعني كثرت اصلت على محمد صلى الله عليه وسلم، شو تعمل؟ تكشف الهموم والكروب، وتكثر الأرزاق، وتقضي الحوائج، صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول عز وجل كذلك: وقل رب زدني علما، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الذي لا أزداد فيه علما، نهار اللي ما زدش فيه علم يقربني لربي، اليوم الذي لا أزداد فيه علما. شبيه هذا، قال ما يقربنيش لربي سبحانه وتعالى لا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم، دعا نهار نعيشه ما زدش فيه علم يقربني به ربي، لا بارك الله فيه.